لان الاغنيه عندها مقومات مختلفه تماما بلي على لي رابور ايضا معروفين بالكريتيك بهذاك لو فرون بارلي. فشنو ولاو يستعملوا هاد الناس اللي بغاو يعوموا؟ واحد لوجيسيال سميتو لوتوتول. اي حد يكون يمكن له يولي مغني به. اعطيكم مثال حي، غنقول اي كلمه ما عندها علاقه بالغناء. انا غادي للدار، هذا كلام اخباركم يمكن له يولي غناء. سمعوا هذا، انا غادي للدار، انا غادي للدار، سمعتيوه؟ غتسمعوه دابا بالريتم، سمعوا. اول حاجه ماشي استرو ديال الراب هذا اللي دار سمراكشي دشي ديال الروك والاوتوتون برونو عمان ماشي الراب اللي خساره اوتوتون راه غنوا به المصريين في التسعينات المصريين ما يعرفوش يغنيو ما تقدرش تقول هاد العيب على المصريين الصا المصريين الاساتذه وتضلوا تلحسوا لهم في البحر وراه الاوتوتون راه كنسمعوا انا في مصر ملي كنت باقي عندي 5 سنين 6 سنين اوتوتون و بيان سور عاوتاني صحاب الراي ودابا صحاب الشعبي يعني واحد الحاجه اللي عالميه كيديروا الناس باش يكوريجيو بيه داكشي انا ما كان شوف ستورمي واحد النهار واحد الانترفيو شتو ديالو شرح هاد اللعيبه هادي حنا ما تعرفوش نغنيو واش شكون قالك حنا كنعرفو نغنيو زعما الرواب اللي تيغنيو انا كنديرو مره مره حنا ما تعرفوش نغنيو برونو عمان حنا تنديرو لوطوتون باش يولي صوتنا زوين انا ما جي حنا ما كنتعندوش معاكم في الغناء برو وكي كان كنت عنده معاك في الغناء وكان خويا ما يبقاش في الحاله برون عمان نجيني راه لكم دينكم ولي دين عندكم اصاحبي داكشي ديالكم تديروا حنا عندنا داكشي ديالنا كنديروا راه حنا ما ناخذوش الناس اللي كتعجبهم انت برون عمان والناس اللي على شكلتي وانتم ما غتوصلوش لهذوك الناس اللي كيجيو عندنا في كاين الاشكال حنا بلاد الحريات والديمقراطيه وداكشي كامل اللي بغى يدير شي حاجه كيديرها في البلاد ما عندهم ما كيفوش الخطوط الحمراء فهمتيني يا برونو عمان كملوا معنى انه عمليه تعويميه كل واحد يقدر يقول لك انا رابور ولا انا شونتور هادشي دابا الدقان برونو عمان الدقان خايب برونو عمان خايب واش انت كلاسيكو كان اول حاجه ما جبتيش سميتي قبل قلت لهم الحطيئه وجرير ما قلتيش متنبي دوزتها لك شوية قلتي روابا ما تخدموش مع لي ميوزيسيا مع قطعة موسيقية ما تطلبش بزاف ديال الناس لأنه الرابور تيدير كلشي دوزناها ليك دابا وليتي كتقول شنو هي اللعبة اللي قلتي آخر حاجة؟ أنا غادي بما معناه أنه عملية تعويمية كل واحد يقدر يقول لك أنا رابور ولا أنا شونتور كاين واحد المثل الفرنسي تيقول لو ميو اللي نبي دو بيان واللي قريب له بالعربيه الزياده في الشيء نقصان انا في نظري كل واحد يبقى في مكانه لو رابور يبقى رابور شونتور شونتور اللي تيدير الفولكلور اللي دير التراث كلنا تنتكاملوا باش نكونوا مشهد فني موسيقي and he walked away هو صافي صافي رابور رابور شونتور شونتور اللي تيدير فولكلور المهم انا هادشي اللي قلتو يلاه قلتو قبل ما نسمع هاد النوطه هادي راه قلت لك اخويا انت ما كاعي يا برونو عمان راه حنا راه كل واحد في بلاصتو اصاحبي انت في بلاصتك حنا في بلاصتنا وحنا كنمشيو لواحد البلايص حنا كنمشيو لواحد البلايص اللي نتوما ما اللي نتوما قدر ما غتقربوش ليهم وانتوما راه عندكم بزاف ديال البلايص اللي حنا عمرنا تنقربو ليهم الصاط دونك باري فكر فيها مزيان الصاط راكم باقيين نحاك وهادشي راه ماشي باش نبولاريزي ولا باش نقولوا راه نتوما وحنا وهادشي كامل ولكن الديسكور كيعجبكم بزاف نتوما ملي كتجبدوا هاد الهضره هادي يلاه قلت فون با كتعجبكم هاد الهضره ديال نتوما وحنا الوغ حنا ما سوقناش هنايا حنا واش عمرنا حنا مشينا طلبنا ندوزو في الاولى عمرنا طلبنا نمشيو للمهرجانات ديال الفولكلور ولا ديال الفن الكلاسيكي ولا شي تخربيقه عملنا ما طلبنا هنا هادشي هنا كنديرو وهنا كنديرو دي كونسير بريفي ديالنا سادين علينا ما شافنا حد ومره مره الا سبق شي واحد تيعيطوا لي في فيستيفال هنا ولا هاد العام الاخر تحركات الدعوه واحد شويه مورا كورونا وطلعوا لي رابور بداو تيبانوا في الواجهه في دي فيستيفال كبار تبرزتو شات تعشى صاحبي ستينا وانتم محركين صاحبي خليو الدراري الصغار ياكلوا شويه
نحركو ما بقاش في حاله برو نعمان فهمتيني. وانا راه هادشي خذو بصدري مرحب والله يا خويا، لا كاع الاحترام والتقدير، وخمسه عرفت المورسو ديالك عادي زعما، وانت ما كتعرفش المورسو ديالي زعما، اللعيبه ما خصهاش تضرك، كي بغيتي نتناقشو نتناقشو في اطار الاخذ والرد. الاخ جرير